عماد الساعة 3:30 بالليل طلع صوت طخ بالمخيم، فأنا قمت يعني كنت نايم، قمت طلعت على السطوح، لقيت عماد أخوي وحمود أخوي الثاني على السطوح، جيت حكيت عليهم نزلتهم يعني نزلوا تحت، نزل على الطابق التحتاني، بعدها قالوا انسحب الجيش يعني، إنهم الجيش انسحبوا، وكنت أنا على السطح، حجى عماد وحمود قلت لهم الجيش بالحارة ما حداش يطل فيكم عليهم، ما حداش يطل فيكم، عماد كان ماسك حجر يعني أخذته من إيده وقف يعني بيقول لي ليش عصبت علي؟ هو بيحكي لي وقف عادي شوي صغيره ولا هو كأنه طلع عليهم على الجيش كأنه كان هو اصلا قبل كان قاعد على يعني مقنص على الدار فوق ما طل ولا هو فيش سمعت شيء صفر بطلع عليه ولا هو على الارض عماد بفكره بتخوت علي حطيت على الارض مسكته هيك ولا هو راسه من ورا كله دم صرت اصيح انه عماد تصوب عماد تصوب نزلت على الدرج بسرعه اجوا اخوان اثنين على صالح وحموده نزلت على الشارع الجيش لساتهم بالشارع كانوا يعني بعاد عني من هنا يعني 20 متر تقريبا صاروا يضربوا مسيل باب الدار عشان احنا ما نطلعش عشان فتحت الباب صاروا يضربوا مسيل باب الدار وطلعت رحت على حاره عندنا بالهار جبت يعني سياره جيت طلعناه بالسياره ولقينا اسعاف عند المحافظه بعدها جبنا له مستشفى رفيديا هنا ومستشفى رفيديا اشتغلوا فيه وقالوا يا عمي اخوكم استشهد